عند الحديث عن سليم أم ملاح، فنحن نتحدث دون شك عن واحد من أبرز مفاجآت كأس العالم لفيفا قطر 2022. فلاعب أندريليخت البلجيكي بصم على بطولة كبيرة في خط وسط أسود الأطلس، وقادهم لاحتلال المركز الرابع رفقة بقية نجوم المنتخب المغربي. هو المركز الذي خوله رفقة زملائه بالحصول على استقبال شعبي كبير يوم أمس الثلاثاء. ففور وصولهم للعاصمة الرباط، أقلتهم حافلة خاصة في شوارع المدينة أمام حضور جماهيري كبير. قطعت الحافلة شوارع العاصمة وصولاً إلى القصر الملكي للقاء جلالة الملك محمد السادس. وفي لحظة التقاء سليم أم ملاح بالملك، بدا عكس جل اللاعبين المغاربة متأثراً يصارع دموعه، والكل تساءل هنا عن السبب وراء ذلك. أهي فرحة التقاء عاهل البلاد أم الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق؟ لكن السبب وراء ذلك كان أكبر، فالأمر مرتبط بمعاناة في طفولته. ففي الوقت الذي كان فيه جزء كبير من اللاعبين مرفوقين بأمهاتهم، كان أم ملاح سليم وحيداً، ما جلب له بعض الذكريات السيئة والتي أعادت له طفولته كاملة. ولد سليم بمدينة أوتراج البلجيكية من أب مغربي وأم إيطالية، حيث بدأ ممارسة كرة القدم في عمر الرابعة ضمن أكاديمية نادي مونس، بحكم أن والده كان مدرباً للفرق السنية وأشرف شخصياً على تطوره حتى بلغ سن 11، وذلك قبل أن يخطفه عملاق الكرة البلجيكية نادي أندريليخت. وبعد المباراة الودية التي جمعت بين الناديين، تمكن خلالها أم ملاح من تسجيل 5 أهداف كاملة. ورغم هذا المسار التصاعدي والمستقبلي الباهر الذي كان أمام أعين سليم، قد تلاشى في لحظة واحدة بعد أن عاش تجربة مريرة جداً تمثلت بوفاة والدته أمام أعينه، وذلك كان نتيجة نزيف مفاجئ في الدماغ سقطت على إثره مفارقة للحياة. سقطة أم أسقطت معها كل آلام سليم. مرت بحياته فترة قاسية، لكنه لم يستسلم، فقد لملم أشلاءه بعد ذلك وتحول للاعب محترف وواحد من ألمع نجوم المنتخب المغربي.